في إحدى قرى محافظة الدقهلية هناك قرية يقع عليها اسما ديم الشلت، وكان بها ثعبانا كبيرا ساما يسبب رعبا لأهالي المنطقة وأهالي القرية، وتم تشكيل فريقا للمساعدة والمساهمة في القبض عليه فورا. وعلى الفور تم نصب المصيدة لاصطياد هذا الثعبان السام لاطمئنان قلوب القرية وأطفالها. ومن هنا يتم وضع المواد الطاردة للثعابين على هذا العش اللعين، وسيتم الآن وقريبا خروج هذا الثعبان السام ثم قتله لاطمئنان قلوب الأطفال بهذه المنطقة. كان معكم فرج ريجو، محمد أبو عاصم، حسين أبو صدام. اهو اصبر، انت خبطته في راسه على فكرة. اهو شوف قد ايه، استنى جقاف عجيب. وزي ما انتوا شايفين طلعنا التعبان، التعبان السام احنا كنا فاكرينها الصراحة حية او افعى كبيرة، بس طلع تعبان اصغر، وفيه تعبين في المنطقة كتير جدا. ان شاء الله هنطلعها كلها باذن الله بمساعدة طبعا ابو عاصم، لانه زي ما انتوا شايفين محترف في قتل التعابين، وقدر يسيطر على التعبان ده، وان شاء الله هنقدر نسيطر على التعابين التانية، وهيبقى معانا فيديوهات واحنا بنصطاد التعابين اللي في المنطقة كلها، وباذن الله هنوصل للافعى الكبرى الكبيرة في اقرب وقت ممكن، وهنكون معاكم في البث المباشر، وان شاء الله انتظروا باقي فيديوهاتنا. زي ما انتوا شايفين بالظبط التعبان، شوفوا بقه مفتوحة اهوت، وجسمه ده جسمه سايب من المية الساقعة اللي حطناها عليه وعلى العش بتاعه والتراب اللي كتم نفسه، علشان نقدر نخليه يخرج من العش اللي تم اكتشافه من شوية، يعني زي ما انتوا شفتوا بالظبط كده. هنا ابو عاصم اهوت بيحاول يشوف هو لسه حي ولا لا، علشان لو حي يتخلص منه، علشان ما يأذيش الأطفال اللي موجودة في المنطقة، لأن المنطقة يعني منطقة سكنية جديدة في الأراضي الزراعية، والأطفال بيشوفوا تعابين كتير جدا وبيكونوا خايفين يعني. استنونا في فيديو جديد وما تنسوش المتابعة.